نروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد المباراه مع الكابتن شريف عبد الفضيل وعبد الرحمن مانو. تحياتي ليك يا فاروق وتحياتي للكابتن شريف وقول له الف مليون مبروك. طبعا من جديد برحب بيك يا كابتن اسامه وكل التحيه للكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق نادي الزمالك في مباراه القمه بهدفين مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من الكوادر الشابه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وفي الكره المصريه الكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق الشباب. كابتن شريف تحياتي الكابتن اسامه حسني كابتن حشيش دكتور احمد ثابت. مباراه مهمه فوز مستحق للنادي الاهلي بتبقى مباراه في غايه الاهميه لما بتلعب امام خصم زي نادي الزمالك. اكيد طبعا في البدايه طبعا برحب بكابتن اسامه وكابتننا الكبار الموجودين في الاستوديو. لكن الحمد لله نقول مبروك النهارده للعيبه النهارده قدوا مباراه كويسه. يعني انا شايف ان هي مباراه جيده. المستوى الفني كان بعيد لان طبعا دايما الماتشات القمه دي بيبقى فيها ضغط عصبي كبير. يمكن اللعيبه بتاعتنا كمان في ضغط رهيب لان انت عندك عناصر كتيره جدا موجوده. يمكن انا لغايه مثلا قبل الماتش لسه العناصر اللي جايه مين واللي هتلعب مين دايما بيحصل مشاكل شويه في بعض الامور الفنيه في الحته دي. بس الحمد لله الاولاد النهارده قضوا بشكل كويس جدا. العناصر اللي موجوده اللعب الجماعي كان منظم كان في توتر بالذات في الشوط الاولاني بشكل كبير بس الشوط الثاني الامور هديت اكتر وعملنا نقدر قدرنا نغير تغييرتين في المباراه قدرنا نرجع في الاستحواذ بشكل كويس. عمليه التنظيم بتاعتنا كان فيها خلل نسبي في الشوط الاولاني قدرنا نعدل منها جزئيا في الشوط الثاني. يعني قلت ايه للاعبين ما بين الشوطين وتبديله محمد رضا اللي يعني اتكلمت عنها اكيد صنعت الفرق مع النادي الاهلي في نزوله في الشوط الثاني. اكيد طبعا يمكن محمد رضا من العناصر المهمه جدا بالنسبه لي ودايما انا دايما بقول له رضا انت لازم تبقى موجود معايا على الدكه. يعني نفسي طبعا ابدأه بس هو دايما فيه دايما لازم يبقى معاك ورقه دايما على الدكه بديله لازم تفرق معاك وتبقى واثق فيها جدا يعني. فمحمد رضا من العناصر دي. انا كان عندنا يمكن مش عايز اقول مشاكل كتيره في نص الملعب ولكن كنا عاملين زون ديفنس اكتر مقفلين بشكل الملعب في نص الملعب اكتر. ولكن الشوط الثاني الحمد لله كان فيه اتزان اكتر في الملعب مع التغيير اللي حصلت ظبطنا اكتر نص الملعب. كان في عبد الرحمن مانو بيأدي بشكل كبير جدا معايا بصراحه بقاله 3 4 ماتشات من ساعه ما بدأ يشارك معانا بيأدي بشكل كبير جدا. فبالذات الشوط الثاني عندنا شادي رضوان وعندنا زياد طارق كويس جدا في المباراه بالذات الشوط الثاني. يعني كابتن شريف اخيرا وجود مستر مارسيل كولر والجهاز المعاون النهارده رساله مهمه جدا لكل اللاعبين. طبعا ده كان اكتر حاجه عامله ضغط على اللاعبين النهارده. كل لعيب كان عايز يثبت نفسه ويوري الراجل ان هو بيأدي بشكل وان هو يستحق ان يكون موجود النهارده وموجود ضمن صفوف النادي الاهلي في الفريق الاول. لان كان انا كنت شايف ان في ضغط كبير جدا على اللعيبه النهارده. يمكن اول مباراه دي تذاع علينا ان شاء الله وبعد كده باذن الله هيبقى يذاع على كل المباريات باذن الله. المستر كولر كان موجود كان اتكلم معايا قبل المباراه او قبل المباراه على طول مباشره يعني وانا قلت له انت كل العناصر اللي موجوده معانا دي ان شاء الله تقدر تستخدمها في الفريق الاول. والراجل قال لي انا باجي عشان كده انا باجي عشان اشوف العناصر بتاعتنا وفي كذا عنصر كمان نزلوا كانوا بيشاركوا معانا لاول مره فان شاء الله تبقى دي بدايه. ودايما احنا بنطمن الناس ان قاعده الناشئين والناس اللي موجوده كلها على اعلى مستوى. شكرا يا كابتن شريف وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه وان شاء الله يعني في نهايه الموسم نبارك لك بالفوز بالبطوله. شكرا شكرا وشكرا.